بداية المعبرة هنا لما بتدخل بيكون في سنسور هنا بيشوفك انك مريض، وهنا بيتغسل رجليك. وطبعا دي فراش، ارفعها شوية بس، دي فراش بتلف تحت رجليك، ودي رشاشات. الرشاشات دي كلها من ناحيتين، الناحية دي والناحية دي. بعد ما بتمر عليها هنا بتغسل ايدك، السنسور ده بيشوفك بمبالغ مية. هنا حاطين صابون مفيش مشكلة، عادي جدا تغسل ايدك بالصابون. وبعد كده هنا بتعقم ايديك، خش ايديك في المكان اللي بيعقم. وبعدين البوابة دي ما بتفتحش الا لما تكون الحاجات دي كلها مرت عليها، مش هتفتح معاك لفرد واحد طبعا، ثلاثية زي بوابة المترو بالظبط. في البداية هنا ده لوحة التحكم او لوحة الكهرباء، هنا في سويتش اللي هو السويتش الامان، وفي نفس الوقت سويتش التشغيل. طبعا هنا الكيميكال اللي حاطينه، الكيميكال اللي هو بتاع اللي بيغذي غسيل الارض. تفتح البوابة، يمكن نشوف هنا شغل كشاف، هنا واضح ان في قطعة دي تلفة. دي القطعة اللي بتشغل الموتور بتاع الدورة، ده زي التايمر اللي بيديك الوقت اللي انت هتمر عليه، وده الريلي ترانسفورمر، وده برضه ترانسفورمر بس ده شغله قدام، بس هو موجود هنا عشان لو الكهرباء تعقيم الايدي. طبعا هنا لو انت سامع صوت الريلي، هو مجرد انا بمر ايدي كده، يعني الشخص بيمر، مجرد ما الشخص بيمر تسمع صوت. لاحظ العداد، كل ما ادي اوردر زي كده يعدي ياخد 5 ثواني، اقدر ازود بقى الرقم ده. طيب دي نقطة، المفروض ان انا معايا الرشاشات دي تشتغل كده. عرفنا ان الموتور الدوران ده كان فيه مشكلة بتاعت الكباستور، وال تعتبر ريلي مع كباستور يعني، وباقي معانا الرشاشات. هنشوف رشاشات الكهرباء بتاعتهم الموتور بجهاز الافوميتر. المفروض لما اخش كده دايس في الوسط، فانا هقيس كهرباء هنا 220 مع الاوردر، اشوف الكهرباء بتوصلني ولا لا، او هو شغال تقريبا 24، لا 220، ده الكيبل ده 220، فهشوف الكهرباء وصلاني ولا لا. طيب انا كده ادي الافوميتر معايا، ومعايا الترامل بتاعت الكهرباء. هضطر بس اعمل كده عشان ادي اوردر، كده ادي اوردر. بعدين انا طبعا قايس هنا على طرفين الموتور 220 موجودين، ادي اوردر تاني كده، ادي اوردر 220 موجودين معايا على الموتور. يبقى عندي الكهرباء واصله بتاعت المضخه، لكن الرشاشات هي اللي فيها، المضخه نفسها واقفه والرشاشات مش شغاله. طيب كده تمام، احنا غيرنا القطعة دي وغيرنا البمب بتاع الكيميكال، وهنشوف الترومبة اشتغلت. تقريبا الرشاش الوحيد اللي شغال معانا اللي هو ده، اللي هو ده، وده فتح باقيين مسدودين. طبعا احنا وده فتح كويس، ممكن يكون عشان الصدى. طبعا انت بتمر كده، انا بس بعمل عشان ده فاتح، هو في كذا في فتحه هنا، ده هنا في مشكله ورا، ده هي ها.
بنشوفها ونحل. طيب احنا كده نظفنا الرشاشات دي كلها وركبناها، نشغل انا شغلكم الضوء عشان نشوف. الرشاشات ادي واحد، ثاني الثالث اهو كلهم شغالين. طيب كده خلاص، هنا الجزء ده عملناه. احنا هنمر دلوقتي نشوف، بمجرد ما بنمر كده على طول الرشاشات اللي تحت تحتك بتلف، تشتغل الرشاشات والفرش بتلف تمام. بس تمر منها هنا، غسيل ايدي السنسر شغال ما في مشكله تمام. المفروض هنا بقى هعقم الايدي دي اللي هي ايه مش شغاله، فالجزء ده احنا هنفكه دلوقتي ونبص عليه. هنا لما فتحت المفروض ان هنا في بامب صغير للكيميكال بتاع الايدي يعني. طبعا في اسلاك مقطوعه، في اسلاك مقطوعه، في حد اشتغل يعني قبلي تمام. وفي في اسلاك برضه منزوعه. المهم يعني الحمد لله، يمكن ان شاء الله يعني انا فاكر الدايره دي ان شاء الله هنركبها. ريلي ده تايم ديلي، تايم ديلي اللي بيدينا الوقت بتاع الكيميكال كويس. طيب يبقى هنا ناقصنا ان الاسلاك مقطوعه، وان شاء الله وال البامب بتاع الكيميكال وبتاع تعقيم الايدي هو اللي مش موجود كده تمام. انا امر مريت بعد كده غسيل الايدي تمام، بعد كده تعقيم دي بص دي بس عشان انا كده مرة واحدة هذه واحدة طيب واضح. لازم الاثنين مع بعض يعني فهمت. الباب تمام، مش هسكر تاني.